ديسك الاول غادي يضرب المليون كلا خانس خدام على راسو كل يوم كوما كان شاروك هاد البيب كاع ما يكون احنا كلاوات دغيا وصلنا للطوب اليوتيوبرز كاملين دعموني ايتو عندي ليكم انا بزاف الحب بربر عشيري منك ما نسخاش ديما في جنبي نحتاجك في التفناش الا كنتي كضرب غير الوانطاب كلافي ما مشى هو سيد الماب تحيه لكاع كلاوات اجمي نتوما سبب اللي خلاني نغني دوري في الرومات هو التخريب الخنق في جميع الموضات التدريب فنون القتال انا مدرب نضربك ضربه نجيبك في الموزمبيق انا كلا نقدر كي تيب لي وقف في طريقي غادي يريب كنضرب للصفر ماشي عيب لي طاح خنيب غادي يغيب تفناش خدمتي اللي بغاني يعيط ليا فري فاير تعملي بشي كادو نادي ليا في يامات العز كانوا يقولوا افضل شخصية سواء في البيك بيرمودا ولا برازيليا صافي عشيري في الطريقة نكسيري وما غاديش نرحم البشرية ماكرهتش انايا في العرش نجلس وبدرو يعلق ليا ميدالية صاحبي هادشي ما صعيبش عليا الكمة ديالي كتكسر ضحية فيما مشيتي صاحبي تسمع بيا نو نو نو